جمالها يتلاشى يوما بعد آخر. شوارعها تعاني تراكم الأتربة والنفايات، بناية تهدم وتشيد بأشكال بعيدة عن معمارها الأثري. هذا هو ملخص ما تعانيه منطقة الشناشيل التي تعود لحقبة الهيمنة العثمانية، فلو كانت ببلد غير العراق لاستغلت سياحيا، لكن هنا تقف الحواجز الخدمية بحسب ما يقال أمام هكذا مشروع. أريد ناس يعني تبذل بي فد إعمار فد بناء بي، يعني ضال الشناشيل على قبل، يعني هاي جاي يجونها من جميع المحافظات. احنا نريد انه واحد يقدم لنا لها فد بناء فد ترتيب، يعني من الحكومة فد مبلغ لإعمارها، لأن قديمة ولازم يعني يسوون بها إعمار خاطر تكون هي للتراث البصري. رسالة أهالي المنطقة للمسؤول تختصر باستفسار بسيط عن مدى جدية تحويل الشناشيل من وضعها الحالي إلى مكان سياحي يفتح أبوابه للعالم أجمع، محققا أهدافا اقتصادية إضافة للهوية التراثية البصرية. فمن غير المنطقي أن يتكفل أحد المواطنين بتحويل داره لمعلم سياحي وبجهد ذاتي مقابل اكتفاء الجهات الحكومية المختصة بالمشاهدة دون الدعم المطلوب. اكو هواي ناس، يعني ناس الله مكنها، يعني قل لي اريد قلت له اساعدك تسوي هذا الشيء اشجعك به، بس تسلب هذا من عندي لا، ما اقدره باي ثمن. اكو ناس مثلا ما تعرف قيمه هذا الشيء، يعني اللي جيل هذا الوقت يعني ما يعرف ثمن هذا الشيء اللي موجود اللي عنده هو. يعني شلون نقول مثلا انا شيء ما اعرف ليه هامله، بس من ضمن اللي احنا تعلمناه من الحجي يحب الشغلات القديمة، وقمنا نتعرف للشغلات القديمة وشنو ثمنها. حواجز خدمية تعترض تحويل الشناشيل إلى وجهة سياحية عالمية، ما يتطلب ذلك خطوات جدية للوصول إلى الهدف. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.